إشكالية القضية الفلسطينية موقف الجمهورية الإسلامية الموريتانية ثابت، ودعم القضية الفلسطينية ودعم الخيارات منظمة الجامعة العربية، وهذا موقف ثابت ولا يزحزح. ولكن ما في تشويش، كل حد حر قد يعود في قراراته، ولكن هذا هو الموقع والموقف الثابت للشعب الموريتاني، للحكومة الموريتانية، لفخامة رئيس الجمهورية، والدعم القضية الفلسطينية ودعم الخيارات الشعب الفلسطيني، وأي تسوية تنطبق على يعني تعود في هذا الإطار، في إطار خيارات الجامعة العربية وفي الحلول اللي هم قدموها.